Hello and welcome to the 11 o'clock news from Bahrain International. I'm Sarah Bulfeth. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa patronized today at Sakhir Palace the ceremony marking the National Day and the anniversary of His Majesty the King's accession to the throne in the presence of His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Premier Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, and the Malaysian Prime Minister Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Upon His Majesty's arrival, 21 rounds of artillery were fired. During the ceremony, the Malaysian Prime Minister congratulated His Majesty the King on the occasion, wishing the kingdom and its people further progress and prosperity, and for the bilateral ties' continued development. The national anthem was then played. جراتكم انصراف حرس شرف سيد حرس الى الداخل دور حرس معتدل سر
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، صاحب المعالي داتو سيري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. After playing the national anthem, verses from the Holy Quran were recited. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم كلمة السامية لسيدي حضرة صاحب Then His Majesty the King delivered the following speech. ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضيفنا الكبير معالي السيد داتو محمد نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نود بداية أن نبارك للجميع بعيد الوطن المجيد
وأن نحتفي بذكرى تأسيس الدولة البحرينية التي شهدت انطلاقتها المباركة قبل أكثر من 200 عام على يد الجد القائد أحمد الفاتح، وتشكلت هويتها الأصيلة على سواعد قادتها الكرام لتحافظ إلى يومنا هذا على مجدها الشامخ ونهجها الحضاري وقيمها المدنية، وبعون شعب وفي يرتقي بمكانتها وينطلق بها نحو مستقبلها الزاهر بإذن الله تعالى. ولا نجد أسمى من هذه المناسبة للتأكيد على تمسكنا بثوابتنا الوطنية القائمة على وحدة الصف وعمق الانتماء وسماحة التعايش التي تجعل البحرين بفضل من الله ويقظة أهلها منيعة على قوى الهدم والفرقة، ومنطلقة نحو آفاق التنمية والبناء دون توقف. إن الاعتزاز بمكانة الوطن والاحتفاء بمنجزاته تحتم علينا أن نشكر الله على فضله، وأن نهنئ أنفسنا على ما تشهده البلاد من نهضة شاملة ومتوازنة عنوانها مئوية الإنجاز، وعمادها إخلاص وتفوق أبنائها وبناتها. فاليوم تجد البحرين نفسها ضمن مقدمة السباق التنموي العالمي بحسب ما توضحه مؤشرات الإداء في ميادين العمل، وهذا حافز يجعلنا وبعون الله ننطلق بذات القوة والعزم لتتواصل مسيرة نهضتنا المباركة. ويسعدنا اليوم أن نرحب معكم بضيفنا الكريم معالي السيد داتو محمد نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة، شاكرين له مشاركتنا أفراح احتفالاتنا الوطنية، ومقدرين لمعاليه حفاوة استقباله لنا عند زيارتنا الأخيرة لماليزيا التي وجدناها تنعم بنهضة لافتة وإنجازات باهرة يعود فضلها بعد الله لجهوده المخلصة والحثيثة في الحفاظ على رفعة ماليزيا وتقدمها. الحضور الكريم، تأتي هذه الذكرى الوطنية لنجدد معكم عهد الوفاء لتضحيات شهداء الوطن الذين هبوا لنصرته ووهبوا أرواحهم للدفاع عن سيادته، داعين الله عز وجل بأن يسبق عليهم واسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه، وأن نكون على هديهم في الذود عن الوطن وحماية مصالحه. كما نود من هذا المنبر أن نتوجه بالتحية والتقدير لكل مواطن ومواطنة أياً كان موقعها في ميادين الشرف، سواء كانوا على جبهات الدفاع أو على خطوط الإنتاج والبناء. ونخص بالشكر والامتنان المكرمين والمكرمات المشاركين في هذا الحفل على عطائهم المتميز وسعيهم البارز في خدمة البحرين،
وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. His Majesty then awarded the honorees with the appreciation medals. محمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوزيع الأوسمة التقديرية على رواد العمل الوطني. سمو الشيخة زين بنت خالد بن عبد الله آل خليفة ساهمت في إثراء وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، حيث قامت سموها بمبادرات عدة في مجال التعليم وتطوير الشباب والرعاية الصحية، ومنها إنشاء مؤسسة المبرة الخليفية وبرنامج راية للمنح الدراسية وبرنامج إثراء الشباب. وتتولى سموها عدة مناصب، منها عضو المجلس الأعلى للمرأة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة. وسام الكفاءة الشيخ عبد الله بن علي بن خليفة آل خليفة مدير عام التسجيل العقاري، يقوم بالتوقيع على عمليات إصدار الوثائق العقارية والتأكد من استيفائها لجميع الإجراءات القانونية. يضع النظم المتخصصة التي تكفل المحافظة على المقدمات وصور الوثائق والمستندات القانونية. وسام الكفاءة العقيد الركن عبد الله سعيد مهنا الكعبي قوة دفاع البحرين. وسام الكفاءة العقيد الركن خالد أحمد عبد اللطيف الدوسري قوة دفاع البحرين. وسام الكفاءة الوكيل الأول علي حسين عيسى الدوسري قوة دفاع البحرين. وسام الكفاءة العميد خليفة بن أحمد آل خليفة وزارة الداخلية. وسام الكفاءة العميد عادل عبد الله أمين وزارة الداخلية. وسام الكفاءة العميد عبد العزيز معيوف الرميحي وزارة الداخلية. وسام الكفاءة الرائد جاسم حسن جاسم وزارة الداخلية. وسام الكفاءة المقدم الركن محمد خالد محمد البعينين الحرس الوطني. وسام الكفاءة الوكيل الأول نهار يوسف سعود الدوسري الحرس الوطني. وسام الكفاءة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة مدير عام مكتب صاحبة السمو الملكي قرينة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، أمين عام وعضو المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، حاصلة على شهادة الماجستير. وسام الكفاءة السيدة إيمان مصطفى المرباطي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تقوم بالإشراف على كافة أعمال إدارة خدمات المشتركين وإدارة الشؤون القانونية. وسام الكفاءة
الدكتور ياسر عيسى الناصر أمين عام مجلس الوزراء له إسهامات واضحة في تطوير العمل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومتابعة قرارات المجلس وأيضاً التنسيق مع اللجان العليا واللجان الوزارية بشأن الموضوعات التي تحال إلى مجلس الوزراء. وسام الكفاءة. السيد محمد ثامر خليف الكعبي وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني وزارة المواصلات والاتصالات يعمل على إصدار اللوائح التنظيمية والرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني. وسام الكفاءة. الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية والخدمات وزارة التربية والتعليم يعمل على وضع الخطط والسياسات والبرامج الاستراتيجية العامة لقطاع الموارد والخدمات بما يحقق أهداف وزارة التربية والتعليم. وسام الكفاءة. الدكتور محمد مبارك مندينة الرئيس التنفيذي المجلس الأعلى للبيئة يشرف على إصدار السياسات والتشريعات المنظمة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها. وسام الكفاءة. الشيخ خالد بن إبراهيم بن حمد آل خليفة مدير عام التوظيف والمعلومات بديوان الخدمة المدنية يقوم بالإشراف على أكثر من برنامج في قطاع التوظيف والمعلومات والذي يحقق أهداف ديوان الخدمة المدنية. وسام الكفاءة. الشيخ بدر بن خليفة بن عبد الله آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات مسؤول عن أعمال بريد البحرين وتطوير الخدمات البريدية. وسام الكفاءة. الشيخ علي بن عبد الوهاب بن خليفة آل خليفة بالنيابة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة رئيس الشؤون الإدارية بمجلس العائلة الحاكمة ساهم في وضع النظام الإداري بالمجلس والإشراف عليه. وسام الكفاءة. الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة مدير إدارة الأنشطة الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة لها دور فاعل تطوير المشاريع التنموية وخدمة المجتمع المحلي. وسام الكفاءة. الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة مجلس التنمية الاقتصادية. وسام الكفاءة. المهندسة لمياء يوسف محمد الفضالة مدير الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعمل على إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية لإدارة الخدمات الفنية وتطويرها. وسام الكفاءة. الدكتورة صباح صالح الجنيد أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والبيئية بجامعة الخليج العربي. وسام الكفاءة. الدكتور ماهر عبد العزيز الشاعر الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق أشرف على تطوير عدد من المشاريع العقارية والأسواق التجارية في مملكة البحرين. وسام الكفاءة. السيدة فائزة إبراهيم الزياني قامت بالتخطيط لعدة مشاريع اجتماعية خلال عملها بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مقدمتها المراكز الاجتماعية مشاغل التفصيل والخياطة الرائدات المحليات مراكز تأهيل المعاقين ودور رعاية المسنين. وسام الكفاءة. المهندس خالد سليم الحاج الوكيل المساعد للشؤون الرياضية والمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة يقوم بالإشراف على أكثر من برنامج في قطاع واحد لتحقيق أهداف الجهة الحكومية. وسام الكفاءة. السيد إبراهيم عثمان داود محمد البلوشي
تدرج في عدة وظائف عليا بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة سابقاً. وسام الكفاءة. الأستاذ عبدالله عبد العزيز عبدالله الذوادي عمل في السلك الحكومي لفترة طويلة مدرساً ومديراً لمدارس ابتدائية وإعدادية، ثم وكيلاً مساعداً لشؤون الصناعة بوزارة الصناعة والنفط. وسام الكفاءة. السيد عارف حسن المنصوري الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، يقوم بوضع الخطط والسياسات والبرامج الاستراتيجية لقطاع الموارد والمعلومات في الوزارة. وسام الكفاءة. الدكتورة نعيمة عيسى السبت عيسى السبيعي استشاري تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية ومشاريع التميز وزارة الصحة، تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية السنوية لخطة الرعاية الصحية. وسام الكفاءة. السيدة رانيا يوسف أحمد الشراوي مدير تنفيذي للاستراتيجية والتخطيط المؤسسي بمجلس التنمية الاقتصادية. وسام الكفاءة. الدكتور جميل عبدالله العلوي مستشار قانوني أول بمجلس التنمية الاقتصادية منذ 11 عاماً، عمل قبل ذلك في هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وسام الكفاءة. سيدة يارا رضي فرج مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تعمل في مجال التواصل والدراسات الاستراتيجية التي ساهمت في تطوير آليات التواصل بين الجهات الحكومية. وسام الكفاءة. السيدة آمنة أحمد الرميحي إدارة المشاريع بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عملت على التنسيق ومتابعة البرامج الاستراتيجية في قطاع التعليم والصحة وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية. وسام الكفاءة. السيدة مريم عدنان الأنصاري إدارة المشاريع بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عملت على التنسيق والمتابعة للبرامج الاستراتيجية في قطاع الإسكان والبنية التحتية والتخطيط العمراني. وسام الكفاءة. المهندس إبراهيم عبد الله محمد الكعبي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع هيئة الكهرباء والماء، يعمل على وضع رؤية ورسالة للهيئة. وسام الكفاءة. المهندس محمد عبد الرحيم الصادق نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية، مسؤول عن تنفيذ ميزانية هيئة الكهرباء والماء عن طريق الإدارة الفعالة لها. وسام الكفاءة. العقيد الركن عبد الحكيم بن عيسى الشنو رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية، متحدث رسمي بلجنة التطوير والسلام، أمين السر العام للاتحاد البحريني لألعاب القوى. وسام الكفاءة. العقيد عيسى حسن القطان رئيس مجلس إدارة نادي النجمة، لاعب للمنتخب البحريني لكرة الطائرة سابقا، الحاصل على أفضل لاعب كرة طائرة في آسيا سنة 1985 ميلادية، له إنجازات محلية وإقليمية ودولية في كرة الطائرة. وسام الكفاءة. السيد يوسف محمد البن خليل رئيس تحرير جريدة الوطن، عمل في مجالات الإعلام والتدريب والبحث السياسي والاستشارات، عضو الأمانة العامة لاتحاد الصحافة الخليجية. وسام الكفاءة. السيد أشرف حافظ إمام مدير إدارة خدمات العملاء بهيئة تنظيم سوق العمل، له مساهمات واضحة في إنجازات مرحلة تأسيس الهيئة. وسام الكفاءة. الدكتورة نجاة محمد أبو الفتح رئيسة مكتب المراجعة الطبية بوزارة الصحة، المشرف على مكتب تسجيل المواليد والوفيات بالوزارة. وسام الكفاءة. السيد خالد عبد الله عبد العزيز الشوملي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،
يعملوا على متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والإشراف العام عليها. وسام الكفاءة. السيد وليد خالد ربيع الشيخ أسس العمل الإعلامي بمكتب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، له مبادرات تطويرية ودور بارز في تنسيق وتوحيد الرسائل الإعلامية. وسام الكفاءة. الأستاذة غادة محمد حسين شناعة، مستشار الإرشادي بمعهد الإدارة العامة القائم بأعمال المدير التنفيذي لإدارة التقييم والإرشاد. وسام الكفاءة. السيد فراس جعفر أحمد، مستشار الرئيس التنفيذي بهيئة المعلومات الحكومية الإلكترونية، يعمل على تنفيذ نظام المدفوعات الوطني ونظام سجلات الترخيص التجاري. وسام الكفاءة. السيدة زهرة حبيب بدر، مستشار التخطيط الاستراتيجي المجلس الأعلى للصحة، تعمل على وضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للقطاع الصحي. وسام الكفاءة. أيها الحضور الكريم، كلمة المكرمين تلقيها نيابة عنهم الدكتورة نعيمة عيسى سبت السبيعي. Then Dr. Naima Isa Sebtisibeyi delivered a speech on behalf of the honorees, in which she expressed pride in being among the honored on this glorious day. She affirmed that the people of the kingdom succeeded in achieving the goal of involving the largest number of citizens in the development of the kingdom. She also stated that His Majesty's support is the real motivation behind the achievements in the scientific, practical and sports fields to achieve His Majesty's vision of the country's future. She congratulated His Majesty the King on the National Day and the anniversary of His Majesty's accession to the throne, wishing the kingdom many happy returns. His Royal Highness the Crown Prince and the Malaysian Prime Minister congratulated His Majesty on the occasion, wishing the kingdom many happy returns. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المجيد، يوم ذكرى العيد الوطني لمملكة البحرين، وعيد جلوس جلالتكم على عرش هذا الوطن العزيز، يطيب لنا أن نهنئ جلالتكم ونهنئ الوطن بأكمله، فإنه اليوم الوطني الذي تجمع عليه كل أبنائه الذين يفتدون ترابه. صاحب الجلالة، يسعدنا يا سيدي غاية السعادة أن يأتي العيد الوطني المجيد هذا العام حاملاً كل هذه الإنجازات التاريخية العظيمة والتي نحتفل جميعاً بها هذا اليوم. إنها لحظة يا سيدي من أعز لحظات حياتنا، لحظة انتظرناها وتمنيناها دائماً، وعملنا لأجلها جميعاً من مختلف المواقع والتوجهات، فتشرفنا بوقوفنا بين يدكم لتكريم هذه النخبة من أبناء الوطن الغالي وتقليدهم أرفع الأوسمة. فمنذ بداية تحديث الدولة في عهدكم الزاهر، ظل الهدف الأسمى إشراك أكبر عدد من المواطنين في عملية التنمية والتوعية والتأهيل للمساهمة في مسيرة البناء والتطوير للقطاعين العام والخاص. وبفضل من الله، يمكننا القول أن شعب البحرين قد استطاع ممثلاً بعلمائه وعماله ومثقفيه، رجالاً ونساءً كافة، من تحقيق ذلك النجاح الكبير في زمن قياسي من عمر الشعوب والأمم، وبما يلبي أجمل تطلعاتنا. إن عناية جلالتكم الكريمة بهذه الكوكبة من أبناء الوطن ورعايتهم وتوجيههم وتنمية مواهبهم إلى أقصى إمكاناتهم، لهي الدافع الحقيقي خلف ما نراه اليوم من ارتفاع شعلة النجاحات في كل المجالات العلمية والعملية والرياضية، لتحقيق نظرتكم الثاقبة لحاضر ومستقبل هذا الوطن وشعبه. ولا شك أنه لنخبة المجتمع من عسكريين ومدنيين دور كبير في نهضة هذا الوطن وتقدمه. وفي الختام،
فإننا نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أخلص آيات الشكر والثناء والامتنان مقرونة بالتهنئة العطرة والتبريك بهذا اليوم الأغر، أعادكم الله على أمثاله سنين عديدة باليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. After that, His Majesty the King and His Royal Highness the Crown Prince shook hands with the Malaysian Prime Minister and the audience, who extended to him warmest congratulations on the national days.
His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifa patronized at Sghir Palace today, the celebration marking the anniversary of the establishment of the modern state of Bahrain as an Arab and Muslim country in 1783 by its founder Ahmed Al-Fatih, the 46th anniversary of its accession to the UN as a full member, and the 18th anniversary of His Majesty the King's accession to the throne. King Hamad also conferred medals of appreciation on national work pioneers. This is a day that every Bahraini citizen waits for throughout the year, especially those who are going to be recognized and receive the medal personally from His Majesty the King, who has made it a tradition that every year he personally comes and recognizes those who have contributed to the Bahrain community and the society. Because he does that, I think it motivates everybody else in the workforce, in the business community, and all Bahrainis to give more and to do more and improve their performance so that they can be chosen to be recognized. Well, I'm so happy and thrilled. This actually honoring from His Majesty the King is the best award actually I can talk about today. And this is actually a continuous and a habitual majestic gesture from His Majesty. Every year he honors some or a number of the national competencies here in the country. I'm so happy. I've actually enjoyed speaking to my colleagues who have also been honored today. I wish that Bahrain will always be happy, and I wish that we will live to see this country prosperous in the future. So pleased with the amount of ladies we're given awards, and this actually emphasizes the point of how Bahrain is caring for its women, how they are putting it forward, putting them forward to occupy very important positions. So every year we feel the difference, every year we feel the improvement. So we thank you for giving us the opportunity to share this feast with you. Happy Bahrain and long live Bahrain. Today we are here celebrating the National Day. And of course, we are very proud that today we met a lot of women and men who've been recognized by their work for years. Today, celebrating the National Day and celebrating their achievements means a lot to all Bahrainis. I'm sure that it's sending a very strong message to everybody to encourage more Bahrainis to contribute in the future in building Bahrain. Well, it's the highest recognition anybody could wish for. So we're very fortunate, and I'm a very lucky person. After years of hard work, you know, so I'm really happy. His Majesty stated that there is no better occasion than this to affirm the commitment to national principles based on unity, depth of belonging and tolerance of coexistence, which protect Bahrain thanks to God and the vigilance of its people against the forces of destruction and division and drive it towards new horizons of development. We are very happy to attend the 46th National Day of this Kingdom of Bahrain. It is a very privilege for us to participate in this program. We are very happily living in this country. We are enjoying the religious freedom and religious harmony here. And we are very grateful to Our Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifa. May God bless him and his country and the all people of the nation here. Well, I am honored to be in this celebration, because I appreciate and I love very much Bahrain, because it is a very open country, open to all. And I found here friends, I found a very good ambience, and I found respect for everybody and openness to every religion. It was a beautiful day here at Sghir Palace, and truly the best way to celebrate Bahrain's National Day. Reporting for Bahrain International, I'm Shoghi Mohammed.
His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa today met the Prime Minister of the Federation of Malaysia, Mohammad Najib Abdul Razak, at Gdabia Palace. During the meeting, His Royal Highness welcomed the growth of relations between Bahrain and Malaysia, supported by His Majesty King Hamad. His Royal Highness the Crown Prince noted the importance of official visits between the two nations, which enable cooperation across a range of areas and increase bilateral trade and investment. His Royal Highness also emphasized the important role of the private sector in increasing bilateral ties.